مرحبا، نص ساعة من الوقت رح نترافق فيها سوا لنتعرف على أجدد وأهم التطورات العلمية والتقنية حول العالم، وحلقة اليوم مميزة كتير. رح نشوف فيها أول روبوت بيقدر يركب رموش للصبايا، رح نتعرف أكثر على تطبيق تشات جي بي تي، وكمان رح نتعرف على أول مدينة فرعونية بالميتافيرس، وجولة لأحدث السيارات بالعالم، وكمان جولة سريعة بعالم الهواتف الذكية، وشو قصة التسريب بمركبة الفضاء الروسية، بالإضافة لأهم التطورات بالفضاء، وليه ما منشوف أو منشعر بالإشارات والذبذبات يلي موجودة بكل مكان. أما بالختام رح نعرف شو هو اختبار الذكاء IQ. كل هاد بحلقة اليوم من ستوديو تيك. مثل العادة بداية الحلقة رح تكون مع فقرة تكنو يلي رح نحاول نغير فيها شوية جو. أنا وعم عد الحلقة شفت روبوت جديد لفت نظري وعدت الفيديو أكثر من مرة، إنه معقول كمية الدقة بالعمل وعمل الخطورة ممكن يكون صفر، وتحديداً إنه هالروبوت عم يشتغل مهمة دقيقة كتير وهي لاش إكستنشن، يعني تركيب رموش اصطناعية. يلا نشوف الفيديو سوا. أكيد تفاجأتوا مثل ما أنا تفاجأت. هالروبوت الموجود بكاليفورنيا عبارة عن روبوتين مدموجين بروبوت واحد. أحد الروبوتات مهمته عزل كل رمش، ومهمة الروبوت الثاني يغمس الرمش باللاصق ويوضعه بمكانه يلي اختاره الروبوت الأول. هالروبوت بيتمتع بحساسية عالية، يعني إيده خفيفة، ورح يتوقف عن العمل بحال صدر أي حركة من قبل الزبون. وبعد ما ينتهي من إنجاز المهمة بيبقى العامل البشري هو الأساس، لأنه رح يرجع يقيم العمل إذا كان في أي مشكلة، فاليد البشرية هي يلي رح تصلح الموضوع. الذكاء يلي عم يدخل حياتنا ممكن يهدد البشرية بعدة أمراض، إما نفسية أو ذهنية أو اجتماعية، ويمكن تتحول لأمراض مجتمعية. وبنفس الوقت هالتطور رح ينقل البشرية لمرحلة جديدة تعتمد على التكنولوجيا. انتشر بالأيام الماضية أبليكيشن جديد حمل اسم تشات جي بي تي، وصل عدد تحميل هالأبليكيشن أكثر من 1,000,000 مرة بكم يوم. هو عبارة عن بوت عنده القدرة بفهم اللغة الطبيعية عند الإنسان والرد عليها بطريقة طبيعية وكأنه بشر. أبليكيشن من إصدار مؤسسة أبحاث الذكاء الاصطناعي OpenAI، والبوت المستخدم بيعتمد بشكل كامل على الذكاء الصناعي، يعني مختلف بشكل جذري عن باقي البوتات يلي منشوفها بأكثر من تطبيق. كومنتات انكتبت أنه هالتطبيق غالباً يكون منافس قوي لجوجل، ويمكن يتفوق عليه لأنه بيعتمد بشكل كامل على الذكاء الصناعي. بحسب الشركة، تم تصميم هالبرنامج ليفهم المحادثة والأسئلة المتتابعة، وبيقدر يميز أن المستخدم قدم معلومات غلط. ومهمة هالتطبيق تقديم الحلول والنصائح للمستخدمين. لنعرف تفاصيل أكثر عن أبليكيشن تشات جي بي تي، يلا نشوف هالفيديو.
مثل العادة من الأوتسايد للإنسايد. دائماً بهالفقرة منشوف أحدث الدراسات والأبحاث بكوكبنا، واليوم حبيت اختار موضوع موجود حوالينا بس ما منشعر فيه، حتى العين البشرية ما عندها القدرة تشوف هالنوع من التردد. نقدر نعرف بوجوده من خلال الأجهزة الإلكترونية. أكيد صار عندكم فضول تعرفوا عن شو عم أحكي. عم أحكي عن الإشارات والترددات الكهرومغناطيسية يلي بتحيط فينا وموجودة بكل مكان على سطح الكوكب، من إشارات الهاتف للواي فاي لإشارة الراديو. ما هيك لا منشوف ولا منحس بهالإشارات. حبيت أسأل الناس ليه ما منشعر أو منشوف هالترددات. هلا هي ما منحس فيها بس يعني شو بدي لك ياهم كآثار لجسد يعني بتأثر، بس نحن ما منحس إنه هي عم تأثر، لأنه هي مثل الموجات يمكن أو هيك شيء. يعني ما بعرف ليش عن جد ولا مرة خطر ببالي، بس هي موجات لا صوتية أو إشارات ما بعرف شو بيقولوا عنها، بس فعلا ما بتنشاف لأنه هي لا مرئية. الإشارة ما حدا بيشوفها. لا طيب ليش؟ والله ما بعرف، سأل شي حدا بيعرف. ايه طبعا بنشوفها. عبارة هو عن شغلات يعني انت لا بتحسها بالراس، انت بتحسها تقريبا مثل الموبايل مثلا، انه بيعطي زبزبات. يعني ما نشي ملموس، هي طاقة. اوكي فما بنشوفها اجباري. هاي لا اكيد ما بعرف، لانه موجات ضوئيه هي بتكون ما بتمر فينا. اشارات موجيه يعني، هي مو صوتيه او بنشوف بعيننا. لا هي باينه، ايش كمان بنشوفها بعيننا المجرده؟ لا ما بتشوفها. لا باينه. كيف اشاره الواي فاي صايره يعني هيك مدرجه فوق بعضها؟ رح اقول ليش ما بنحس بهالاشارات يلي حوالينا بكل مكان. القصة بسيطة. الضوء المرئي اللي منشوفه عبارة عن أطياف كهرومغناطيسية، وهالأطياف عبارة عن مجموعة كبيرة من إشارات الراديو للأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية وأشعة إكس وأشعة جاما. كل هالأطياف مثل الضوء وبتتحرك بنفس سرعته، والاختلاف بيناتهم بطول الموجة. هالشي هو يلي بيميزهم وبيميز خصائصهم عن بعض. مثلا إشارة الراديو موجتها طويلة كتير وبتضم شبكات الواي فاي وشبكات الهواتف، وفي إشارة موجتها قصيرة مثل أشعة جاما. أما ليش ما منشوف هالإشارة؟ السبب أنه العين البشرية بتمتلك مخاريط حساسة لنوع معين من الأطياف ومداها بين 380 نانومتر و 700 نانومتر، وأي طيف خارج هالنطاق ما منقدر نشوفه. وصلنا لفقرة فلاش. وقت بوصل لآخر فقرة ببرنامج ستوديو تيك وببلش دور على فكرة أختم فيها الحلقة، مواضيع كتير مهمة بتخطر ببالي. للصراحة بحب أحكي أكثر من موضوع، بس بسبب الوقت نختار موضوع واحد. من بين هالمواضيع اختبار عمره أكثر من 200 سنة، ومن خلال هالاختبار بيقدروا العلماء يكتشفوا نسبة ذكاء الأشخاص، ومع تطور هالاختبار صاروا قادرين يحددوا النسبة بدقة أكثر. عرفتوا عن أي اختبار عم أحكي؟ عن اختبار الذكاء IQ. كاميرتنا نزلت وسألت الناس وهيك كانت أجوبتهم. أنك تسأل مثلاً الشغلة بتختبر ذكاء الشخص الثاني من خلال جوابه. هلأ هو إيه بيفحص الذكاء، لأنه يعني هلأ في نسبة يعني أنا ما بعرفها بالضبط، بس يعني نسبة الفول 120 يمكن الذكاء هذا بيكون ذكاء المتفوق يمكن. أنا هيك كدراسة أخذته، كاختبار ماني عملته والله. لا والله ما بعرف. والله ما كتير سمعاني فيه، يعني سمعاني فيه بس ما كتير بعرف عبر. لا والله ما لي سمع. لا انه هو بيكون عبارة عن اسئلة بديهية، بس لانه انت بتعرف انه بدهم يختبروا لك ذكائك فيه فبتتلبك وما بتعرف تجاوب. بيجي اشكال وبيقولوا لك انه شو الشكل اللي بيجي بعد هاي وهيك. هيك انا عملته في مرة. بيعملوا له بعض من الاختبارات للزلمة، حلو، واذا نجح فيهم بحددوا له مستوى، يعني ممكن يكون فيه شوية مسائل رياضية تجارب شيء قصة. ها ما جربته لسه، بس اجرب اقول لك. IQ هو اختصار لاختبار الذكاء، هو مقياس لقدرة الشخص على التفكير، يعني بيقيس مدى جودة استخدام الشخص ما للمعلومات والمنطق للإجابة على الأسئلة المطروحة. وطبعا هالاختبار بيكون حسب العمر لكل شخص. اختبارات الذكاء عن طريق قياس الذاكرة القصيرة والطويلة ومدى قدرة الإنسان على حل الألغاز وتذكر المعلومات يلي شافوها ومدى سرعة استجابتهم، يعني فينا نقول اختبار لسرعة البديهة. اختبارات الذكاء موجودة من أكثر من قرن. مهمة الاختبار معرفة ومساعدة الطلاب بالمدارس يلي بيحتاجوا وقت إضافي. مع التقدم والتطور هالاختبار تطور وصار فيه له عدة أنواع،
مثل اختبار الذكاء العاطفي، اختبار الذكاء المكاني، الذكاء اللغوي، الذكاء الرياضي، الذكاء المنطقي والبصري. كل نوع من هالاختبارات بيحدد مستوى الشخص بمجال معين. بكرة بيصادف الميلاد المجيد، بدي قلكم ميري كريسماس وعقبال كل سنة، وإن شاء الله الأيام الجاي بتكون كلها خير وفرح ومحبة. هلأ صار وقت ودعكم، لأنه حلقة استوديو تيك خلصت. ما تنسوا فيكم تحضروا الحلقة بالإعادة بكرة الأحد على الساعة 1 الظهر، وكمان فيكم تحضروا الحلقة عبر حساب قناة سما الفضائية على اليوتيوب، إنستغرام والفيسبوك. بشوفكم السبت الجاي وبنفس الموعد وبحلقة جديدة.